السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية رابع. راح نبدأ لليوم بوحدة جديدة، يونت 14 من كتاب Pupil's Book، بيج نمبر 55. افتح كتاب الطالب صفحة رقم 55. يونت 14 لسن 1، عندهم structure adverbs of frequency بمعنى الحال أو ظرف الحال، ظروف التكرار. vocabulary always دائما، usually عادة، often غالبا، never أبدا، occasionally من حين لآخر أو نادرا. عندي هون يا مس جدول. when do the children have breakfast؟ بدي أحكي عن كل واحد يا مس من الأطفال متى يا مس بتناول وجبة الإفطار. عندي هون مجموعة في جدول في أسماء هاي الأطفال. مس بدي أعرف كل واحد فيهم متى بتناول وجبة الإفطار في كل يوم من أيام الأسبوع. هون Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday، جميع أيام الأسبوع. سارة has breakfast at 7 o'clock every day، بتتناول وجبة الإفطار الساعة 7 تماما، at 7 o'clock every day، كل يوم. داني he usually eat breakfast. he usually breakfast at 37. هو عادة بتناول وجبة الإفطار على الساعة 7:30، بس مش دائما، عادة usually. in Friday يوم الجمعة has breakfast at 8 o'clock الساعة الثامنة، but in Saturday at 7 o'clock الساعة السابعة. he usually has breakfast at 7:30 أو 37. هو عادة بتناول وجبة الإفطار الساعة 7:30 in Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. يعني مس 5 أيام بالأسبوع تناول وجبة الإفطار على 7:30. But in Friday has breakfast at 8 o'clock. In Saturday at 7 o'clock. فهو يا مس حكينا سارة دائما جميع أيام الأسبوع تتناول وجبة الإفطار الساعة 7. But Danny he usually عادة بتناول على 7:30 وجبة إفطار، يعني 5 أيام بالأسبوع مش كل أيام الأسبوع. بيتر Sunday, Monday and Tuesday, Thursday has breakfast at 36. بتناول وجبة إفطار يوم الأحد والاثنين والثلاثة والخميس على 6:30. He often has breakfast at 6:30 or 36. But in Friday and Saturday has breakfast at 8 o'clock. In Wednesday at 7 o'clock. Lana. In Monday, Tuesday, Wednesday has breakfast at 6 o'clock. She occasionally has breakfast at 6 o'clock. يعني مس نادرا أو من الحين للآخر تناول وجبة الإفطار الساعة 6 تماما. Lana has breakfast at 6 o'clock. She occasionally has breakfast at 6 o'clock. نادرا ما تفطر الساعة 6. In Thursday and Friday has breakfast at 7:30. In Saturday at 8 o'clock. In Sunday at 7 o'clock. Jamal breakfast. He has breakfast at 8 o'clock. He always has breakfast at
8 o'clock دائما بتناول وجبة الإفطار الساعة 8. He always has breakfast at 8 o'clock. دائما بتناول وجبة الإفطار الساعة 8. أيضا يا مس بقدر أحكي He never has breakfast at 7 o'clock or 6 o'clock. أبدا لا يتناول وجبة الإفطار الساعة 7 أو 6. تمام مس يا رابع ننتقل to read. سارة هون مس كاتبين جمال عن الجدول اللي درسناه في التمرين اللي قبله. سارة has breakfast at 7 o'clock every day. سارة دائما يا مس تتناول وجبة الإفطار الساعة 7 every day كل يوم. يعني يا مس هاي عندها عادة كل يوم تفطر الساعة 7. She always has breakfast at 7. دائما. شو يعني دائما يا رابع؟ يعني جميع أيام الأسبوع من يوم الأحد لحد يوم السبت كل يوم تتناول وجبة الإفطار الساعة 7. داني has breakfast at 7:30 5 days a week. داني شو بيعمل؟ بتناول وجبة الإفطار داني الساعة 7:30 كم مرة يا مس؟ 5 مرات في الأسبوع. 5 مرات يعني مش كل أيام الأسبوع، 5 مرات. He usually has breakfast at 37 عادة. usually عادة. تمام. Number 3 لانا has breakfast at 6 o'clock 3 times a week. لانا بتتناول وجبة الإفطار الساعة 6 3 مرات في الأسبوع. 3 مرات. She occasionally has breakfast at 6 o'clock. يعني هي من حين لآخر أو نادرا تتناول الفطور الساعة 6. تمام. هاي من عندي هون لنا كم مرة يا مس؟ 3 مرات في الأسبوع. occasionally. جمال always has breakfast at 8. جمال دائما بتناول فطوره الساعة 8 دائما. He never has breakfast at 6. ما بتناول وجبة الإفطار الساعة 6. never بمعنى أبدا. never بمعنى أبدا. جمال always has breakfast at 8. He never has breakfast at 6. هون يا رابع طبعا يا مس adverbs of frequency مش موضوع جديد يا مس بمر عليكم، مر معكم يا مس خلال السنة السابقة، مر معكم يا مس بصف ثالث. بدك يا مس تحفظهم مثل اسمك. number 1 always دائما. always دائما. usually عادة. usually عادة. often often بمعنى غالبا. often بمعنى غالبا. لحظة يا مس هون ما حكينا هون عن بيتر. بيتر has breakfast at 6:30 4 days a week. بيتر يا مس بتناول فطوره الساعة 6:30 4 days a week يعني 4 مرات في الأسبوع. He often has breakfast at 6:30. غالبا often بمعنى غالبا. غالبا يا مس بتناول فطوره على 6:30. تمام. إذا always دائما، usually عادة، often غالبا، occasionally من حين لآخر أو نادرا، and never أبدا. نكملهم يا مس. number 3 often غالبا، 4 occasionally شو معناها يا مس؟ نادرا أو من حين لآخر. شو في كلمات كمان كلمات جديدة عندنا؟ never
ابدا. تمام، نعيدهم. always دائما، usually عادة، often غالبا، occasionally نادرا، and never ابدا. بتمنى يا مس تنقلهم على دفتر الكلمات او دفتر النسخ وتحفظهم، مطلوب يا مس منك حفظ. تمام، لهون بكون انتهينا من درس اليوم، ويعطيكم العافية.